النهارده الكتاكيت كملت اسبوع، يعني ده اليوم الثامن ليها. هتكلم معاكم على ان انا وسعت لها المكان اهو زي ما انتم شايفين عن الفيديو اللي فات، وهتكلم على العلف بتاعهم والعلاج وتغيير نوع العلاج. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد ومن اتبعه الى يوم الدين. النهارده حبيت ابتدي معاكم الفيديو ان شاء الله بان انا اجيب لكم العشه بمنظرها القديم. هم ما شاء الله النهارده زي ما قلت لكم هم كملوا اسبوع، فانا هبتدي اوسع لهم المكان عشان زي ما انتم شايفين اهو ده عليهم. فانا عايزه ايه بقى، اوسع لهم المكان وانضف من تحتهم زي ما انتم شايفين، وهفرش الكرتون وهوريكم، وهرش كمان ايه وهفرش تبن بدل النشارة، وهرش لهم الجير المطفي طبعا عشان ينظف من تحتهم، وكمان عشان يديهم ايه كالسيوم، يعني بدل ما هم ينقروا في الارض ما يلاقوش حاجة، لا بينقروا في الارض ويلاقوا الجير المطفي. هبتدي الاول كده اهو ان انا انضف معاهم العشه زي ما انتم شايفين اهو. انا شلت من قدامهم العلافه والسقايه، فهم تلاقيهم ايه بيدوروا في الارض على الاكل اللي بيقع منهم في الارض. فهو انا هبتدي اوسع معاهم المكان ومعاكم ايه خطوه بخطوه، وبعد كده نرجع نتكلم على الحاجات اللي انا عاملاها النهارده ليهم ومجهزها. رجعت معاكم اهو بعد ما نظفت المكان بتاعهم زي ما انتم شايفين ما شاء الله، هم فرحانين طبعا بالوسع اللي جالهم اهو، شايفين المكان لا وسع ما شاء الله عن الاول. وهو زي ما انتم شايفين انا ايه نظفت هنا الارض، هم بقى فرحانين بالعلف اللي فيها فبياكلوه. شايفين المساحه بقت قد ايه وسعت، عشان هم ما شاء الله دلوقتي يعني في مرحله نمو، فايه بدا اكلهم ما شاء الله يزيد، وبدأ كمان ايه يعني الحجم بتاعهم يزيد، فمحتاجين حركة. وانا زي ما قلت لكم قبل كده هم فيهم بلدي وفيهم ابيض، فلازم لهم المساحة كبيرة عشان البلدي بيحب يتحرك كتير. هروح دلوقتي افرش الكرتون واحط التبن وارجع لكم. رجعت لكم تاني ما شاء الله بعد ما ايه ما فرشت التبن وبديل التبن، فرشت بديل التبن طبعا النشارة، انا ما عنديش نشارة فاللي متواجد عندي التبن، فالتبن بديل كويس خالص للنشارة. شايفين اهو ازاي وما انتوا شايفين ما شاء الله عليهم بينقروا فيه وبياكلوا منه. وعلى فكرة برضو ان كانوا من التبن، التبن مفيد مش وحش زي النشارة، يعني لو كانوا من بواقي النشارة الخفيفة الرفيعة ده ممكن يأثر معاهم سلبا او يسبب لهم سموم لا قدر الله، ده احتمال ضئيل يعني. لكن التبن مفيش منه اي مشكلة خالص، لان التبن اصلا علف مواشي، فانا بحكم ان انا عندي حاليا مواشي فعرفت اجيب منهم تبن، لكن النشارة حاليا مش متوفرة. وهرش دلوقتي الجير المطفي وارجع لكم. انا رشيت اهو زي ما انتم شايفين الارض بقى سمكها. في ناس تقول لك ايه نحط سمك نشارة قد ايه او سمك تبن قد ايه، قد ما انت شايفه يعني. في ممكن تحطي بالسمك ده، يعني انا شايفه جايبه من الارض قد ايه، ففي السمك ده يعني حاجه كده ممكن اقل من سنتي او نص سنتي. دولهم على القد يا جماعه، يعني ايه لو انت رايحه جايه ما شاء الله على الفراخ، يعني حطاهم جنبك في اوضه قريبه منك او مكان قريب منك، حطي بالطلب واول ما تلاقيهم خلصوا تروحي لهم تاني. لا مثلا بتطلعي لهم 3 مرات في اليوم فطار وغدا وعشاء، حطي لهم على القد ده، يعني حطي لهم حاجه قليله كده ياكلوها وروحي لهم تاني، حطي لهم تاني عشان الاكل كتير قدام الفراخ او قدام الكتاكيت مش حلو عشان ياكلوا، مش هنجوعهم، بس على الاقل ايه الاكل ما يبقاش قدامهم برضو عشان معدتهم ما يحصل لهمش يعني في فترة الظهرية برضو ما تسيبيش الأكل كتير قدامها. فهم ما شاء الله بدأوا يأكلوا. هوريكم تاني أنا اللي عندي إيه. Thank you.
هبتدي املى برضو ما شاء الله في العلافه الثانيه. انا ممكن بحجمهم ده ممكن احط لهم علافه واحده وممكن اتنين، بس انا عايزه عشان حطيت كميه قليله فانا عايزه احط لهم العلافتين عشان ايه هما الاثنين يعني يبتدوا يروحوا هنا ويروحوا هنا. اوريكم دلوقتي ما شاء الله، بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، شايفين ده الكتكوت، ده كتكوت عمر اسبوع يعني، ده بدايه لسه كده بدايه اليوم الثامن ليه زي ما انتم شايفين اهو اهو ما شاء الله. ده الكتكوت الابيض. عايزاكم تخلي بالكم بس من حاجه يعني، وانت بتحطي الاكل ركزي مع الكتاكيت بتاعتك مع الطير بتاعك، تبصي عليها شايفين، شايفين المعده بتاعتها، شايفين الزقله بتاعتها مليانه ما شاء الله، فانت تركزي مع الفرخ من دول او الكتكوت لقيتيه مليان كده يبقى بياكل، لقيتي الزقله بتاعته او المعده بتاعته بياكل مليانه كده يبقى هو بياكل. برضو شايفين الكتكوت وانا ماسكاه ما شاء الله حركته حلوه يعني عايز ينزل من ايدي، شايفين اهو، فتبص عليه لو هما بالحيويه دي ومش كسلانين وبيروحوا وبياكلوا ده كده انت طيرك كويس خالص وتطمني عليه، اهم حاجه يكون بياكل ويكون عنده حيويه. شايفين برضو اهو البط، اوريكم بقى الفرخ الفرخ التاني ده الفيوم اهو، واحد ده فيومي ما شاء الله زي ما انتم شايفين، يعني انا ايه مربيه كل مش كل الانواع يعني زي ما قلت لكم هم اربع انواع عندي اهو. بصي بصي الزقره بتاعتها، وعايزاكم تركزوا في حاجه تانية يا جماعه يعني ركزوا في عينيها، بصي العينين مكسوره ولا حيه كده كويسه، يعني الكتكوت نفسه حيويته بتبان من العين، شايفين عينيه ما شاء الله كده الكتكوت ده يعني حالته الصحيه كويس وماشي في الاكل كويس ونموه كويس. برضو اهم حاجه وانتوا بتحطوا الاكل حاولوا تهشوهم يمين وشمال علشان ياكلوا، بس هما ما شاء الله مش محتاجين حد يهشوهم يعني شايفين الله اكبر عليهم بيتحركوا من كل مكان. في نهايه الفيديو عايزاكم اي حد محتاج اي معلومه معينه يسيبها لي في التعليقات وان شاء الله هتكلم عنها الفيديو الجاي، واكيد ما تنسوش انا لسه جديده في القناه ومحتاجه اكيد دعمكم، فيا ريت تكونوا معايا وتشتركوا في القناه، ولو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وما تنسوش الشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.